بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بالتمام والكمال. الآن ننهي هذه الحصة المباركة بهذه الآية. يقول مولانا: انفروا خفافا وثقالا، بارتي او جهاد او بيان دون ان ايتا دو ليجيريتي او دو لوردور. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. كومباتي par le biais de vos biens et de vos personnes pour la cause divine. يقول وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، c'est-à-dire pour la cause d'Allah. ذلكم خير لكم، ceci c'est-à-dire النفرة إلى 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 جهاد أعداء الله، خير لكم، ce sera beaucoup mieux pour vous إن كنتم تعلمون، si vous le saviez. ريت منا وين هما اللي يفهموا قيمة الجهاد؟ وهذه منا عبر تاريخ طويل، هذه اللي هي فريضة منسية بقصد. حتى بنو أمية والعباسيون ومن جاء بعدهم منا أسقطوا الفريضة دي اللي هي في سبيل الله، وبدلوها بمهمة أخرى هي اكتساح الأراضي والاستيلاء عليها والاستيلاء على ما في يد شعوب أخرى. يعني مناخ قصدهم في الاتساع هو قصدهم ليس في سبيل الله، بل في زيادة السيطرة وزيادة النهب، وحشتهم برش أموال باش يحركوها لجيوشهم وعيونهم، حتى في رأيهم يقضون على الموجة المباركة، موجة الإسلام الحقيقي والسلام علينا بالتمام والكمال. وأحذركم، بنو صهيون بثلاث فرق بتاعهم قاعدين تو بداوا ينالوا العقاب الدنيوي، وأنتم كذلك الأمة الكاذبة من لكم عقاب من لون، ربما نفس اللون أو من لون آخر، والله يعلم ماذا أعد لكم من عقاب ربما لم يكن في حسباننا ولا في حسبانكم. والسلام بالتمام والكمال على من أسلم أمره للرحمن وآمن به وباليوم الآخر وبالملائكة وبالخير والشر، والبعض منا ارتقى إلى مستوى الإحسان يعبد الله كأنه يراه. والسلام على من سعى إلى السلام.